أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول أنا ما تكلمت فيما شجر بين الصحابة إلا وقد تكلم فيما شجر بينهم العلماء قبلي كابن كثير وابن الآثير والطبري فتعلمت هذا منهم؟ هذا كذب. ابن كثير والمؤرخون ما تكلموا به على وجه الذم، وإنما ذكروه من باب ذكر التاريخ فقط، ولا سبوهم ولا ذموهم ولا أبغضوهم ولا خطأوا ولا صوبوا فيهم، وإنما يذكرونه سرد تاريخي فقط. هذه مهمة المؤرخ، سرد التاريخ بدون إنه يمدح أو يذم أو نعم. القحطاني في نونيته يقول: لا تقبلن من التواريخ كلما ذكر الرواة وخط كل بناني. فالمؤرخون يذكرون هذه الأشياء، لكن ما أنت ما تقبلها على طول، تمحصها وتأخذ الصحيح وتترك اللي ما هو صحيح. وشيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية لخص لكم هذه المسألة تلخيصا جيدا فيما يجب على المسلم نحو ما جرى بين الصحابة، راجعوا يمكن ما يجي 5 أصدار، وهو تلخيص جيد لكل ما قيل في هذه المسألة. نعم.